كذلك الأظافر. ومرحبا باتصالاتكم معنا وبتواصلكم من خلال الأرقام الهاتفية 05-22-42-72-50-51 أو 52 ولا 05-22-88-00-60-61 أو 62. دكتور مرتقي صباح الخير. صباح النور الأخت عفاف وشكرا على الاستضافة. صباح النور جميع المستمعين الكرام وجميع طاقم الراديو. شكرا جزيلا لي، كنت منوك إن شاء الله تكون بخير وعلى خير دائما دكتور عبد الله مرتقي. أول حاجة من ضمن الرسائل الكثيرة والتساؤلات اللي توصلنا بها دكتور مرتقي، وهي المشاكل اللي كتكون على مستوى البشرة وعلى مستوى الجلد بالنسبة للناس المصابين بداء السكري، وكانت نقطة مشتركة بيناتهم في جميع الأسئلة تقريبا اللي توصلنا بها دكتور مرتقي، وهي المسألة ديال الحكة بالنسبة الناس المصابين بداء السكري. غالبا شنو كيكون السبب ديالها؟ في غالب الاحيان الناس اللي يكون عندهم مرض السكري تيكون خاصه اللي تكون عندهم الخزان طالع. نعم. اذا تيوقع المشكل وهو ديال التجفف، تيكون لابو تتنشف. نعم. اذا لابو تتنشف تزيد تيكون هذا المشكل ديال الحكه. اذا الانسان تلقى الراحه ديالو في المسخون تيدير المسخون ولابو الجلد ديالو تينشف وتزيد يبدا يحك. زائد الميتابوليزم ديال الخلايا اللي تيتبيرتيروا هي من بين الاشياء اللي تدي للحكه. اذا حنا اي انسان تيجي عندنا تيحك من بين برومي بيلون تندوموديو، كاين بزاف ديال التحاليل تندوموديو وبيناتها بالفعل تندوموديو التحاليل ديال السكري. ايه نعم. وغالبا هنا العلاجات شنو كتكون دكتور مرتقي؟ يعني الانسان على ما غيتقاد السكر، لان تنعرفوا هذا الشيء راه تيبغيه وقت، خاص الانسان واحد النظام واحد النمط ديال العيش، خاصو شويه ديال الوقت باش داك داء السكري كيرجع يستقر ويرجع لذاك المعدل او للمستوى اللي تيكون مقاد. ففي انتظار ما يتقاد داء السكري، واش كتوصفوا علاجات لهاد الناس؟ واش كتعطيوهم ادويه ولا لا؟ خصوصا الا كان الانسان كيستعمل الانسولين مثلا. بالفعل اذا تنصحوا هذا المريض اولا بان خصو يدير الريجيم ديالو، يشوف مع الطبيب ديالو ديال الغدد باش يقاد ليه السكر ضروري، لما تقاد السكر قديم يحك. تنعطيو كريمات واحد لي جيل سيروغرا باش تيغسل، تنعطيو واحد الكريم مرطيبه ديال الجلد ديالو، وتنعطيو دي زونتي هيستامينيك، واحد الاقراص دي زونتي هيستامينيك اللي تينقصوا من الحكه. ما عندهم حتى تاثير على داء السكري، وتياخذهم الانسان الليل. ما عندهمش حتى تاثير على الانسولين نهائيا. لا بالفعل. نعم. نمشيو لسؤال اخر هذه المره من عند المستمعه الكريمه اللي هي زينب. زينب من ورزازات كتقول صباح الخير اخت عفاف، دكتور مرتقي الله يجزيكم بالخير، عندي مشكل ديال الشعر في العنق ديالي. قالت استعملت بزاف ديال الوصفات، استعملت بعض الانواع ديال المساحيق ولي بوماد، ولكن ما عطاونيش نتيجه نهائيا. بغيت نسول دكتور مرتقي واش اللازير ممكن نديروه في المنطقه ديال العنق، لا من الامام ولا من الخلف؟ يعني كتكلمت على المنطقه ديال القفة. بالفعل نديرو الشعر للعنق، ما كاين حتى مشكل. لازير خصو اللازير خصو غير يكون الشعر، خصو غير يكون الشعر غيبون واللازير، لان خصنا نعرفوا بان الشعر اللي تيكون شهب شويه ولا تيكون رقيق بزاف تيطلب ديال الحصاص، عنده واحد لا فريكونس سبيسيال تيكون عارفه الطبيب الاخصائي في امراض الجلد، ولكن هو تيطلب حصاص اكثر، واحد النوع ديال اللازير سبيسيال. اذا اللي تنتعاملوا مع الشعر على حساب البشره ديال السيده، على حساب لا تيكستور ديال داك الشعر، وتنشوفوا حتى السيده تدير واحد لي سيونس وحده جوج ثلاثه وتيبان راه داك الشعر مازال ما كاينش نتيجه ولا تينمو. هنا ما تنبقاوش مركزين على اللازير، تتكمل لي سيونس ديال اللازير، ولكن تنمشيو نبحثوا على سبب. اذا تنشوفوا واش كاين مشكل هرموني، واش كاين مشكل ديال لا تيرويد، واش كاين مشكل ديال الوراثه، واش تاخذ شي ادويه في خاطر الشعر. اذا يجب البحث، لانه نورمالمون ابخي واحد دو تروا سيونس ديال لازير الشعر ينقص، ما خصوش يقيمو بنفس الحده. ملي تنطيحوا في هذا المشكل ديال تنديروا الحصاص ديالنا بلي بارامتر ميديكال ديال الطبيب، الاخت عفاف في القانون، في القانون ديال الاطباء. نعم. وهو لو لازير سانجيست ميديكال، خاص يديرو الطبيب. أيه. الطبيب هو خاصو يديرو، ما خاصش ديرو حتى الانفيرمير اللي معاك المساعده تكون معاك، ما عندهاش حق دير لازير. ما عندهاش حق دير لازير. هذا في القانون. اذا هذا في القانون ديال الطب. من الطبيب تيدير هاد لي بارامتر ديالو كوريكت، وتتبان لينا بان السيده مازال عندها الشعر تينوض. أيه. هنا تنبوز دي كيستيون، واش هاد السيده عندها شي مشكل هرموني، واش عندها مشكل ديال التستوستيرون طالع، واش الغده الكظريه مريضه، واش التي اس اش عندها، واش عندها الوزن الزائد. اذا او باراليل تنعطيو ادويه ديال هاد المشكل اللي عندها ومع اللازير، وفي غالب الاحيان تكون النتائج جيده 100%.
اي نمشيو لسؤال اخر هذه المره من عند نوره. نوره كتقول العمر ديالها 32 سنه، هذه مده دكتور مرتقي، وهي كتعاني من واحد الحبوب اللي اللون ديالو ابيض، كيدوز داك الحبوب تقريبا كل مره فين تيكون عندها، مره تيكون عندها في الجهه اللي كنسميوها الناظر، مره تيجيها في الجهه ديال الجبهه ديالها، ومؤخرا حدا العين. فكتكلم على حبيبات اللي تيكونوا بيضين صغار بزاف، كيدوزوا 6 شهور اولا 8 شهور، ومن بعد كتلاحظ بلي ديك الحبوبه كطيح بوحديتها، يعني كطيح ديك الحبوبه، قالت لي اخت عفاف تماما بحال التلال، يعني كتحيد غير راسها، كدوز واحد المده وحده اخرى وكتعاود ترجع ليها داك الحبوب، تيعاود يرجع في نفس البلاصه بعد المرات اولا في شي بلاصه وحده اخرى. فكتسولك هي دكتور مرتقي نوره، قالت لي اخت عفاف ما بغيتش نصدع معاه راسي، ما مشيتش لعند الطبيب، ولكن بغيت الاستشاره مع دكتور مرتقي. اذا الاخت نوره عندها 22 سنه ياك الاخت 32 سنه 32 سنه أيه. دونك خصنا نعرفوا بانه هذا الحبوب الابيض ما يسمى لي غران دو مليون، لي غران دو مليون هو هو بحال سوسون دي بيتيت كيس، ولكن ماشي نوار، تيكونوا بلون، كيس دو كولور بلونش. ملي كنحلو هما دكتور مرتقي واش هما شحمه ولا شنو؟ لا سيدي سيفوم، سيدي سيفوم، هذاك الافرازات الدهنيه، الافرازات الدهنيه ديال ديك الغده الدهنيه اللي عندنا في الشعر اللي تتكون مع في الوجه، تدير واحد الافرازات وما تيتمش ما تيخرجوش وتيتسد عليهم، دونك تيديروا ما يسمى بهاد لي بتي غران دو مليون، تيكونوا هكا بويض، يقدروا يطيحوا بالفعل، يقدر يطيح بحدا بالفعل، لان تصرح نيبو تقدر يخرج من هذاك بوحدو، ولكن في غالب الاحيان تنديروا ان نيتواياج دو فوا، خاص الاخت نوره تبقى دير واحد الكوماج ديال دو فوا بار سومان باش ديكاجي لي بور ديالها، باش ما يبقاش يتسد على هذاك لو سيبوم. زائد نعرفوا بان مؤخرا راه كاين علاقه ما بين الاكل، عندك لي برودوي ديال لي برودوي ليتي، الزبده، البيض، الشوكولاته، الفرماج، وداك الشيء، بانهم هادو تتساعد تتادي الى ان الغده تخليها دير افرازات اكثر، وخاصها دير واحد الريجيم، تنقص من هاد المواد باش تبقاش تكونوا ليها. زائد دير واحد لاكخيم، دير واحد لاكخيم ديال هاد لي بوان اللي تكون انتي بو دي كابونت ا باز دو فيتامين ا قديره. اييه نمشيو لرساله من عند سعيد من الفقيه بن صالح، تيقول صباح الخير عليكم، انا العمر ديالي 25 سنه، هذه مده دكتور مرتقي كان عندي الشعر قوي بزاف لدرجه انه كلشي كان كيسولني اشنو تنستعمل الشعر ديالي، وانا كنت كنغسلو بشكل عادي ما كندير له حتى حاجه. مؤخرا لاحظت بلي ولات عندي واحد الدائره خفيفه بزاف في الوسط ديال الراس، فكيسولك واش هذا تيعني يا دكتور مرتقي انه ديك البلاصه غتصلاع، يعني مع المده واش ما غيبقاش فيها الشعر نهائيا، واش كتبدا هكذا، واش كاين ناس دكتور مرتقي اللي الشعر مثلا كنلاحظوا عاده بعض الرجال اشنو تيوقع، تيكون عندهم دوك الجناب اللي كيكونوا في القدام، اي هما اللي تيخواو، او لا كاينين مثلا رجال اللي تيهرب لهم الشعر، يعني غادي تيهرب لدرجه انه حتى الجبهه ديالهم كتلاحظ بلي المساحه ديالها كتبدا كتكبر. العكس بالنسبه للمستمع اللي تواصل معنا من الفقيه بن صالح، هو عنده في الوسط ديال الراس دكتور مرتقي، واش ممكن الصلاع يبدا من الوسط؟ بالفعل ممكن، تسمى بلو فيرتكس، ممكن يبدا الصلاع من الوسط. كيجي لعند الناس اللي كان الشعر ديالهم قوي يا دكتور مرتقي؟ في غالب الاحيان، في غالب الاحيان الناس تيكون عندهم هذا المشكل، تيكون عندهم الشعر قوي، تيكون رطب، تيكون الشعر ديالهم رطب، وتيكون عندهم هذا المشكل ديال في الوراثه، لا لوبيسي اندروجينيتيك اللي يمكن تبدا من الفيرتكس، ماشي من الضروره يبداو لي غولف هما الاولين يهربوا. نعم، واخا الا بغى الانسان انه ما يطيحش في المشكل ديال الصلع وهو باقي في هذه المرحله الشعر يلا كيخفى، فشنو خصو يدير؟ اذا هو الانسان خصو اولا من يشوف الشعر ديالو تيطيح، راه الانسان تيعرف تيبان الشعر ديالو تيطيح بكثره، يجب استشاره الطبيب باش يشخص ليه واش عنده شي مشكل، واش مشكل ديال غير ديال سيزوني، واش عنده مشكل ديال مونك ديال لاسيستين بي 6، واش عنده مشكل ديال الوراثه. هنا الحمد لله تطورات، كاين تحاليل تنديروها ديال الشعره، كاين واحد دابا كاين تنقلبوا دابا بواحد لاباري سميتو الديرماتوسكوب اللي تنعرفوا نيت بانه بالفعل راه هذاك مشكل ستين الوبيسي اندروجينيتيك، صلع الوراثي الهرموني، وتياخذ العلاج ديالو. قد ما كان العلاج مبكر، قد ما تتبقى يحافظ على ديك الكثافه ديالو، قد ما تنوصلوش لمرحله انه تيولي الشعر تيبان خفيف وبيض. نعم واخا. نمشيو لرساله توصلنا بها في الانستغرام من عند سهام، كتقول شكرا اخت عفاف، شكرا الدكتور مرتقي، الله يخليك يا دكتور، بغيتك غير توضح ليا الناس اللي تيعانيو من الصدفيه وتيقطعوا الدواء من بعد، يعني كيكملوا التريتمون ديالهم ما كيعاودوش ياخذوا دواء واحد، يعني واحد اخر ولا علاج واحد اخر، تيعاودوا يرجعوا لنفس الحاله كيف ما كانوا في الاول كانهم ما استعملوا حتى حاجه. الله يخليك، بغينا نعرفوا فين كاين المشكله دكتور مرتقي. اذا فين كاين المشكل؟ وهو ديال المرض في حد ذاته. نعم. لانه الصدفيه مرض وراثي مزمن غير معدي. اييه. اذا غنمشيو من الصدفيه نقول بانها مرض وراثي، هذه رساله للمريض، واش وراثي ماشي 100%، ماشي الاخت هام كانت في باها ويماها وداك الشيء، ولا كان تيكون في الجينات، تيكون في الشجره.
أيه. اذا وديما الاخت عفاف انا تنذكرك بالخير بانه قلتي ما تنورثوش غير العينين الخضرين وداك الشيء، راه تنورثو حتى وما كيورثش الانسان غير الديور والاراضي في حال والدي خلاو ليه شي حاجه، راه كيورث حتى الامراض. اذا ستكون في الجينات، ولكن الاخت هام هذه الرساله للمريض بانه وراثي. تيجي عندنا بناس ديال الناس عندهم واحد الفوبيا، جيب ولدو جارو في غير حبوبه عاديه ناري راس الضفيره، ماشي بالضروره غيخرج سي با ان مرضي اوتوزوميك دومينون، ولكن راه تيكون في الجينات، تيكون في الجينات ديالي انا، يكون في الجينات ديالها، ولكن ما تيبانش، تيوقع ان شونجمون بارتيكول تيخرج. مرض مزمن، مزمن هي رساله للمريض، لان هذا المرض مزمن تقدر يبقى يمشي ويجي. لان سي مرضي ديال المناعه، سي مرضي ديال واحد الخليه تبدا تكاثر بسرعه، تيجي واحد لي ميساج ديفيرونت بارتي تيخليو دوك لي لانفوسيت وديك واحد الخلايا تعطي واحد الميساج للكيراتينوسيت اللي تيبداو يتكاثروا، تنحاولوا نحاربوا داك المشكل. داك القشره البيضاء سون دي كيراتينوسيت اللي وصل لواحد لاماتيو تيولي بوي تيموتو، داك الاحمرار سي لانفلاماسيون اللي عندنا في الجلد، هذه هي لا فيزيوباثولوجي. اي سي مالادي نون كونتاجيوز، يعني غير معديه، ما تتعاديش. هي رساله للمجتمع، الناس تيحيطوا بهذاك المريض، بالعكس خصهم يتعاونوا تحيدوا ديك النظره، ومن هذا المنبر والله العظيم النظره ديال المجتمع تتقفل المريض اكثر من المرض. اي فعلا، الا نتيجه عندنا حالات ديال السيده ولا الاب جاب ولده ولا بنته، الدكتوره ديسو لا بيسين ولا في المدرسه تيضحكوا عليه، تنتالموا. اذا تنكتبوا ورقه بان هذا المرض راه غير معدي، باش تنغاسيغو ديك لي باغون. انا والله الا تنشد المريض، تنشد المريض هكذا، نشدو نعنقو نبوسو ولا من ما كانش كورونا، تنشدو هذا الشيء في الكورونا. ها انت سيدي، ها انت اخويا، راه ما ترمتي عادي ما والو. اذا هو مرض غير معدي. نعم، عندنا دي كوب اللي تسيباراو اكوز دو ديال خوفا من العدوى. خوفا من العدوى، خوفا خاصه الرجال، خاصه الرجال تيخليو لي فام كي سون توشي. نعم، اللي تنشوف انا في التجربه ديالي. ولكن سميتو المرض راه هو غير معدي في حد ذاته. نعم، سي مرضي انفلاماتوار ديال المناعه، لواحد الخليه تتكاثر وتيكون في الجينات. اذا السؤال ديال الاخت سهام راه هو المرض هكذاك، الصدفه راه تبقى تمشي وتجي، يعني الانسان ينقص من ستريس، خصو يعرف شنو هي المشاكل اللي تتكثر فيها العوامل خصو يتفاداها، وهو خصو ما تكونش حوايج مزيرين عليه، ما يبقاش يستريسا. كاين بحال الكول راه تيزيد يكثر، كاين بعض الادويه تزيد تخرج الصدفيه. نعرفوا بانه الشمس والبحر وداك الشيء راه هو علاج لهاد الصدفيه. نعم، وربما هذه مده وحنا كنتكلموا على هاد الامراض دكتور مرتقي، خصوصا امراض كيف ما قلتي لي بعض المرات غير ديك النظره ديال المجتمع ولا النظره ديال الاخر كتاثر على داك المريض، كتاثر عليه نفسيا بدرجه اللي هي كبيره بزاف. فحنا دائما من خلال برنامج صحه وسلامه وملي كتاح لنا الفرصه راه دائما كنتكلموا على هاد الامراض، وتنحاولوا اننا تنوعيوا الناس، تنوعيوا المجتمع لما تيشوفوا ناس اللي هما امراض هكذا، خصوصا امراض اللي هي غير معدية، يعني أنك تأكل معاه مثلا في نفس الطبصيل، أو لا أنك مثلا تسلم عليه هادشي قبل كورونا، أو لا راه ما كيناش فيها العدوى نهائيا. لكن ما زلت نقول باللي هادشي ما كافيش. هادي مدة دكتور مرتقي كنا تكلمنا شحال هادي، وكنا تنقولوا إحنا صغار كانت واحد الكبسولة اللي هي رائعة جدا، نصيحة من وزارة الصحة، لحسن الحظ أنها مع كورونا رجعات. إحنا شحال سنوات وإحنا كناديو أنها ترجع، جات كورونا فعلا رجعات، ولينا كنشوفوا كبسولات ولكن اللي هي خاصة بهاد الظرفية. كنتمنى وان شاء الله من بعد ما نتجاوزوا هذه الظرفيه وتفوت كورونا والحمد لله كل شيء قام بالدور ديالو فيما يخص التوعيه، نتمناو على انه بحال هذه الكبسولات هادو ما يتوقفوش، لانه كاين مشاكل صحيه اخرى وكاين امراض اخرى، ما كايناش غير كورونا، اللي المجتمع محتاج على انه يعرف يعني فيها بزاف. وتنعرفوا على انه الصوره كتساعد الوقت اللي مثلا حتى كتعطي فرصه لذاك المريض انه كيتكلم على التجربه ديالو، حتى المساله ولا الميساج او الرساله ديالو كتوصل اكثر للمجتمع. فكنتمناو انه الكبسولات يبقاو دائما، يعني ما فيها باس يمروا حتى جوج وثلاثه ديال المرات في التلفزيون او لا حتى في الراديو او لا، لانه محتاجينهم بزاف. وهنا الدور ديال الوزاره راه تنعرفوا راه مهم جدا ديال الوزاره الوصيه. غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام، هذه المره ناخذوا معنا جميله على الخط من مدينه الدار البيضاء. لاله جميله صباح الخير. صباح النور لاله عفاء. مرحبا بك لاله جميله، اهلا وسهلا. شكرا بزاف عاد على هذا البرنامج. العفو، مرحبا. الله يعطيك صحيحتك لاله اختي. باش بغيت نسقسي الدكتور على عندي واحد الحبه في المنخار ديالي جاتني في الاول تاع الكونفينمون. اييه، الداخل ولا على برا؟ داخل. اييه، وكنت درت لها واحد لابوماد، ديك لابوماد الصفراء معروفه. اييه، وإضغطي ومشات وعاودت رجعت باقا الان. وانا كل مره كنعاود نعيط ليكم ما كيقبضش ليا من الكونفينمون حتى لدابا، من الاول ديال الكونفينمون. واخا شحال في عمرك لاله جميله؟ 59 سنه. كاين شي امراض كتعاني منها بحال السكري مثلا ولا؟ لا عندي لاليرجي.
لازم تاخذها لازم. اييه واخا سمحي لي هذه الحبوبه شنو واش تتشوفيها تتبان لك ولا غير تقيسيها تتنقيسيها ولا شنو؟ سميتو ولا درت سميتو درت شي مرايه وداك الشيء تتبان ليا. كي دايره حمراء ولا مقيحه ولا شنو؟ واش حمراء ولا مقيحه ولا؟ لا حمراء حمراء. نيوف ما عمرهم سالوا بالدم وداك الشيء؟ لا كيسيلوا شويه بالماء. أيوة. واخا اختي نادي جوكا واخا جميله جوك دكتور مرتقي الله يجازيك بخير. شكرا لك جميله تواصلتي معنا. تفضل دكتور مرتقي. هذه ايضا من ضمن المشاكل الصحيه اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليها وهي ديك الحبه او الحبوبه اللي كتجي في الداخل ديال الانف. لا هي بون الحبوبه خصنا شخصها واش واش انفيرونكل يعني واش انفيكسيون اللي تكون مع الشعر اللي تيكون في النيف. أيوة. او لا ولا انطاش فاسكولير يعني واحد العروقه اللي تيكونوا مجموعين تم او لا مرض اخر. هنا من تكون داخل الانف من الاحسن اخرج ملي تشوف لويريل الطبيب الاخصائي في الانف والاذن والحنجره تيدير واحد لاغينوسكوبي واحد لاباراي وتيدير باش تيشوف هذاك النوع ديال هذيك الحبوبه. اي نعم. وغالبا دكتور مرتقي ما كانش كتسيل بالدم يعني كيعني انا ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. لا ما تكونش أيه. حاجه اللي صعيبه ولكن من ضروري تشوف لويريل لان أيه. تسمنات تمشي وترجع لها من الاحسن تشوف لويريل. أيه. اذا الجميله ضروري الاستشاره ديالك مع طبيب اخصائي في الانف والاذن والحنجره لانها كتمشي وكترجع. ناخذ معنا سعاد هذه المره من مدينه الدار البيضاء. لاله سعاد صباح الخير. السلام عليكم ولا العفو. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله سعاد مرحبا بك. بخير كيداير دكتور لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. لاله الله يخليك دكتور. بغيت نسولك على هذه التساقط ديال الشعر بزاف وسمعت على البيروكسيدين قال لك مزيان وبغيت نصيحه بدك الله يجازيك بخير. شحال باش عندك تساقط الشعر؟ بالمده هذه شي بزاف شي 10 سنين. شي 10 سنين تساقط. واخ ما تاخذيش شي دواء على شي حاجه ولا؟ لا غير على شويه لو ستريس كناخذ واحد ديكوبريبي. اي نعم. ما عندكم في العائله طاح لي الشعر ولا غير؟ لا لا ودابا لاحظتي بزاف ولا تيطيح بزاف الشعر بزاف بكثره؟ تيطيح بكثره وتجاز باللي تنبشط تيطيح لي. ما تتاخذي حتى شي دواء على شي حاجه؟ ما دوزتيش شي ماد ولا شي حاجه؟ لا لا عندي غير لا ستريس مع لاج 58 سنه. اييه صافي. ومينوكسيدي شنو علاش خايفه منه انت؟ شنو اللي خلعك فيه؟ شنو بغيت نسولك كمختص ما عرفتش هو المينوكسيديل تنعطيوه ملي تكون عندنا الصلع الوراثي الهرموني يعني ملي الطبيب تيشخص لك راه عندك المشكل ديال الهرمون يعني الصلع الوراثي الهرموني وراثي تيكون في العائله ملي تيكون غير عادي. لا الا كان غير عادي علاش غديري؟ الا كان مثلا الا عندك لاتيرويد تطيح لك الشعر خصك تاخذي الدواء ديال لاتيرويد. لا بعدي عندك لا تدير تحاليل دكتور بعدي حتى شي حاجه الحمد لله. الا عندك غير سيزونيي وداك الشيء علاش غتاخذي المينوكسيديل؟ المينوكسيديل سان تريتمون افي خصك تاخذيه ديما الا بديتيه. ما تحبسيش الا بديتي ما خصكش تحبسيه الا سعاد. والمينوكسيديل تنعطيو كاين دي زانديكاسيون ديالو ماشي اي واحد تيطيح لي الشعر تنعطيو. بحال اش دكتور الله يجازيك بخير. كاين لالوبيسي اندروجينيتي كيما قلت لك الصلع الوراثي الهرموني. كاين مثلا تيكون عندك الناس اللي عندهم ديك لابولاد ديك التعلابه باش نساعدوا الشعر باش انه في ساعين تنعطي واحد المده قصيره وتنحبسوه. اما لاشيت لا كان سيزونيير ولا عندنا شي سبب اخر تنطريك السبب هو اللي ماشي ماشي سيزونيير دكتور طيح تيطيح لي بزاف عندي بحال عندي فراغات. خوالك من القدام؟ خوالك من القدام من بزاف اه بالقدام. تتاخذي شحال السن ديال قلتي يا اختي؟ 58 سنه. ما تتاخذيش شي دواء الهرمونات ولا شي حاجه؟ لا 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 ايوا دونك الا شخص لك الطبيب راه الصلع الوراثي الهرموني تاخذ المينوكسيديل. لا بس خصك دكتور بغيتي ديرها بوحدي. غدير غير بوحدك. انا بعدا اول حاجه بغيت نسولك على لاله سعاد. اول حاجه بنتي ليا مخنوقه ربي يشافيك ان شاء الله لان كنحس بالصعوبه باش كتكلمي. اييه ربي يشافيك ان شاء الله. ربي يخليك العافيه الله يحفظك حدك وليدك يا رب امين. شكرا لك لاله سعاد. هو غيشرح لك دابا دكتور مرتقي وهي فرصه دكتور مرتقي باش نوضحوا واحد المساله اللي هي مهمه بزاف للمستمعين الكرام بالنسبه لهذه الماده. كنلقاو فيها 2% كاين اللي فيها النسبه ديال 2% وكاين اللي فيها النسبه ديال 5%. شنو الفرق بيناتهم وشكون اللي كيدير 2% وشكون اللي كيدير 5%؟ لا هو المينوكسيديل اولا لازم نهضروا على لاموليكيل هو واحد لو تريتمون ديال اللي فيه كان تياخذوا شحال هذه على لا طونسيون يهبط لا طونسيون الضغط الدموي هو سين انديكوفيرت فور تويت. ولاحظوا بان هذوك الناس كانوا تياخذوا هذاك المينوكسيديل كومبريمي بانه تينوض لهم الشعر بزاف. واخ دونك هي باش تمت بحوث ودراسات ولاحظوا بانه بالفعل عنده افي على ذاك على الدوره الشهريه ديال الشعر. اييه لالوبيسي اندروجينيتيك لانديكاسيون ديالو هو في الصلع الوراثي الهرموني. غير هو خصنا نعرفوا بانه العلاج ديالو راه هو طويل سان تريتمون افي.
حتى الانسانه ولا السيد تو توليري بانه يطيح لي شعر ما كاين حتى مشكل. حنا يجب تفادي انك تاخذ دواء وتحبسه وتاخذ مينوكسيدي واحد المده وتدير لي اناري بروتال لان كل شيء تيطيح داك الشعر اللي ناقص تيطيح. حتى لا بانوقفو تيكون استشاره ديال الطبيب وتنعطي واحد الادويه اخرى اللي تتمشي معاه. بالنسبه ل 2% على حساب لا كونسونطاسيون ديال الماده المينوكسيدي 2% في غالب الاحيان النساء تنعطيهم 2% ما عدا الا كانت عندنا شي ستاد افونسي والرجال هما في الغالب الاحيان اللي تياخذوا لو 5% اذا لو 2% غير لا كونسونطاسيون ديال المينوكسيدي غير التركيز ديالو التركيز ديالو دونك بحال عندنا 100 ml راه فيها غير 2% ديال المينوكسيدي وعندنا 100 ml فيها 5% يعني بحال فيها 5 غرام والاخرى فيها 2 غرام هذا هو الفرق هذا هو الشرح. نعم. إذا قد ما كانت لا كونسونطراسيون أكثر قد ما تيكون راه عنده دي زيفي سكوندير تيهبط لا طونسيون يقدر ينوض الشعر في الوجه إذا الإنسان ما استعملوش بواحد الطريقة صحية. ولكن الطبيب الوحيد هو اللي مخولي تيعرفش كيف فوقاش تيعطي 2% فوقاش تيعطي 5%. أييه واخا ناخذ معنا هذه المرة حنان على الخط من الداخلة لالا حنان صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حنان. أهلا أختي عفاف كي دايرة بخير لاباس عليك. الحمد لله مرحبا بك. اولا تحيه طيبه ليك والدكتور وجميع طاقم ميد راديو. شكرا لك حنان. عفوا اختي عفوا بغيت نسول الدكتور مرتقي. اييه عاد كان عندي واحد المشكل كينوض ليا الشعر كثير في الدقن ديالي. في الاول كانت عيز غضه وحده. اييه ونتو نتفتها. اللي نتفتها بدا تيتكاثر يعني وحده جوج ثلاثه دابا اش غنقول لك يعني في الجانب ديال الدقن ديالي كينوض ليا واحد الشعر وكينوض ليا في واحد الجانب واحد ديال الموستاج اللي كان هو حتى هو نفسه. اييه يعني صراحه ولا مديرونجين يعني دابا كنضربو عيب بالمقص ولا دابا مؤخرا ولا كينوض بحال واقف حرش. اييه بحال ديال الراجل يعني حرش تميكا شعره. اييه نعم. وعندي مشكله بالنسبه للشعر ديال دكتور عفاف يعني عين القدام كامل جاي الشيب وانا عندي العمر ديالي 32 عام وجاني داك الشيء يعني بان لي بحال بديت يتكاثر وعي من القدام يعني باديني من راس ديال اليمين للشمال يعني جاي غير القدام كامل وديرونجاني صراحه وما عرفتش شنو غندير بحكم ان انا ما عرفتش واش كاين هذا الشيء في الصفات ديال الجلد مازال ما التجئتش للدكتور لحد الان. نعم. بالنسبه للشعر في الدقن ديالك ما تتاخذيش شي دواء الهرمونات ولا شي حاجه؟ لا نهائيا الدكتور ما تناخذ حتى شي دواء. حبوب منع الحمله حنان مثلا حبوب منع الحمله كتاخذيهم؟ يعني الله بغيت نقولها لك هما اللي كنستعمل صافي. واش من ماركه عندها؟ اش من عند فيهم بروجستيرون ولا اش فيهم؟ اش ما تعطيناش الاسم ديال العلبه ديال الماركه غير الماده شنو اللي فيهم ذاك الاسم التركيبه ديالهم. وقيلا بروستيجون ولا ما المهم واضح. اييه واضح. اذا خصك تعرفي اختي بان كاين هذا النوع ديال المواد ديال منع الحمل تيكون فيه هذا البروجستيرون بزاف هما يقدروا ينوضوا الشعر. اذا خصك تاخذي واحد شوفي الطبيبه ديالك الجينيكو ولا الطبيب ديالك ديال الامراض ديال النساء الطبيبه ديالك اللي متبعه معاه باش يبدل لك هذه لابيلول هي اول حاجه خصك تاخذي حاجه اللي فيها لاسيتات سي بروتيرون واحد الماده فيها 2% ديال لاسيتات سي بروتيرون ما تخليش الشعر باش ما تخليش الشعر ينوض لك في الدقن هذا ما يسمى بليزون اندرويد يعني المناطق اللي تيكونوا ديال الرجال بينات الدقن الراس ديال البزوله لي بات الموستاش تاوي يقدر ينوض لك فيها الشعر. اييه من هادو في غالب الاحيان تيكون مشكل هرموني هو اللي تيؤدي لهاد المشاكل هادي تجي عندك السيده تيبان راه شعرها الشعر ديالها في راسها تيطيح والور كو في هاد لي بارتي تينوض الشعر كثير بينات الدقن لا ليفر سيبيريور هذوك لي بات الضادر لا لين بلونش وهي اللي كاينه ما بين البطن والسره. اذا هادو راه كاين مشكل هرموني. اييه اذا خاصها تبدل حبوب منع الحمل اللي كتاخذ. اول حاجه اول تبدل. حاجه يبقى عندها هذا المشكل دير واحد التحاليل هرمونيه وداك الشيء وتعرف بان الشعر دابا الحمد لله راه كاين لازير اللي تيعطي نتائج جيده جدا ما تيخليش الشعر ينوض. اييه بالنسبه للمشكل ديال الشيب. الشيب راه عنده جوج العوامل كاين. اييه الجينات. كاين المشكل ديال الاكل الانسان كيفاش كان نمط الحياه ديالو ديال الاكل ديالو وكاين لو ستريس هادو ثلاثه الحوايج اللي تيخليو ان الشعر ابيض تلقى واحد صغير وعنده شعر ابيض اكثر من واحد اللي فايتو 5 سنين ولا 15 عام. اذا خص الانسان يقوي من الماكولات الملونه اللي دونتي اوكسيدون
الخضار الفواكه وداكشي. كيتكلموا المختصين في التغذيه دكتور مرتقي على المساله ديال اللفت الصفر مثلا. بالفعل وتنعرفوا حنا المغاربه الاغلبيه والنسبه الكبيره انه داك اللفت الصفر دكتور مرتقي هو الخضره اللي كتبقى في القصريه، لان حتى واحد ما كيبغي ياكله. ما عرفش الانسان الفائده ديالو خصوصا في المساله ديال الشيب اللفت الصفر. بالفعل شحال من واحد كيقول لك لا راه غير هذه لا، كاين المشكل ديال الاكل النمط العيش ديالك اليومي هو اللي اثر على الشعر. وتنعرفوا من الزغبه مني تطبياد راه سي ديفيسيل باش ترجع لك الحال. بالفعل كاين واحد لي زانجيكسيون تنديرو داكشي ولكن ماشي افيكاس 100%. اذا الخدمة ما امكن الانسان ياخذ لو سيلينيوم لي زاليمون كويسون ريش اون سيلينيوم ما يخليوش هذيك لا سيلول تشرف بسرعه. اييه اذا هنا الانسان يحاول ينوع الماكولات ديالو ويعاون حتى الا كان شي ثاني يستشر مع الطبيب ديالو يعطيه هاد المواد هادو راه كاينه عباره عن ادويه باش ما يبقاش ينوض لي الشعر الابيض بكثافه. اييه واخا نمشيو نرجعوا للمجموعه ديال الرسائل اللي وشكرا بزاف لكل المستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا. هاد المره سؤال من عند المستمعه الكريمه اللي هي ام هشام، كتقول لك دكتور مرتقي الله يجازيك بالخير، بغيت غير نعرف بالنسبه للوليدات اللي يلاه كيتزادوا يعني تقريبا يلاه هذه المده ديال 5 ايام وعند الوليد كله عامر بالقشره، فهي ديك القشره خلعاتها يعني في الذات ديالو كامله يعني حتى بالنسبه للراس ديالو قالت انه تزاد بها، فكتسولك واش دابا غتمشي مع الوقت واش لانه دابا حتى الموعد ديال التلقيح بالنسبه ليه التلقيح الاول راه مازال ما وصلش يلاه عنده 5 ايام، فكتسولك واش هاد القشره بالنسبه للوليدات اللي كيتزادوا بها واش كتمشي؟ لا بالفعل تتمشي لي كرو دو لي بيان سور تيمشيو هادوك تيمشيو. كاين وليدات اللي كيتزادوا بها. بالفعل تيتزادوا بها دونك سون لي كرو دو لي تيكونوا عند لو بيبي في جي 1 جي 2 تيكون عند النهار الاول الثاني تيكونوا عندهم، مي هذيك تتمشي في غالب الاحيان تتمشي في الاشهر الاولى تتمشي. اييه واخا نمشيو هاد المره لرساله من عند ناديه. كتقول الله يجازيكم بالخير، ما عرفت ما ندير الا كان ممكن دكتور مرتقي، عندي مشكل ديال الحكه ما بين الصبعان ديال الرجلين غير رجل وحده اللي هي الرجل اليمنى. قالت تقريبا هذه مده ديال 40 يوم باش ولدات ناديه وبان عندها هذا المشكل هذا. كتسولك الله يجازيك بالخير، بغيت غير نعرف بالنسبه لهذه الحكه واش غتبقى دائما لان ما كتبغيش تمشي نهائيا. المشكل اللي ولا عندها دابا انه حتى واحد الصبع في الرجل، قالت هذه تقريبا المده ديال 4 ايام ولا كتبان انه ربما فيه الحكه بزاف وبدا كيتقشر يعني تيحيد منه القشور وحتى الحبوب بانوا فيه. دونك بزاف الاخت ناديه دونك تتحك، هذا مشكل غير عادي لان ما يمكنش. نعم في الرجل وحده الا ما كان التهاب، غالب الاحيان ملي تكون عندها لي زانفليكسيون اونيلاترال جهه وحده راه هو عباره عن تعفن غالب الاحيان 90%. نعم اذا يقدر يكون عندها لي شامبينيون ولا عندها شي مشكل اخر اللي تيخليها انها تحك. اذا واخا تتردع وداكشي راه كاين ادويه ديال لي شامبينيون اللي ديرهم باش تحيد منها الحكه، تحاول ملي تغسل هذاك وتنظف تحاول تنشف باش ما يبقاش يرجع لها. ما تخليش الماء. ما تخليش الماء، ولكن في غالب الاحيان تو سكي انفيكسيون ولا لي زافيكسيون اونيلاترال يعني التهابات اللي تتكون غير في جهه واحده في غالب الاحيان 90% تتكون سوا دي فاكتيري دي ولا دي شامبينيون ولا فيرال في غالب الاحيان. اييه واخا نمشيو كذلك الرساله من عند المستمع الكريم اللي هو الياس، كيقول اخت عفاف سولي دكتور مرتقي، عندي بنيته عندها 6 سنين ونص، بانت ليها واحد الطاش حمراء في الوجه ديالها حمراء وكتقشر، الله يجازيك بالخير شنو نقدروا نديروا ليها؟ خصنا نشوف شنو هي لاطاش، واش استانونجيوم واش غير لا ديرماتيت اتوبيك واش لا دي اس لا ديرميت سيبوريك الالتهاب الجلدي الدهني. اذا بون اش نعطي خصو شخص ياخذ كريم اونتي روجور وكريم هيدراتون الى بقات في يستشر طبيب امراض الجلد. واخا نمشيو كذلك هذه المره لرساله من عند المستمعه ام ياسمين من هولندا، كتقول اخت عفيف كنسمع لكم يوميا والحلقه راها مباشره. لا ام ياسمين كتقول انا عندي مشكل ديال قصور الغده الدرقيه، هذه سنين كناخذ عليها الدواء ولكن كنعاني من مشكل الشعر الزائد في الوجه وفي مختلف انحاء الجسم، واخا زولته باللازر هنا في هولندا ولكن بدون جدوى. السؤال ديالي واش كاين شي حل اللي كيوقف نمو الشعر خصوصا في الوجه وفي منطقة الذقن؟ الله يجزيك بالخير إلى ما جاوبني دكتور مرتقي، واش دابا واخا كملت الحصص ديال لازيغ في الأول ورجع لي الشعر خصني نعاود لازيغ مرة أخرى؟ ما شارش السن ديالها؟ لا ما عطاتناش السن ديالها، قالت فقط عندها قصور الغدة الدرقية وراه كتاخذ العلاج ليبوتيرويدي. إذا نعرف خصنا نعرف بأن هذا القصور ديال الغدة ديال الدرقية ليبوتيرويدي تيعطي الشعر هو تيدير الشعر. نعم زائد يقدر يكون عندها شي مشكل اخر هرموني اخر.
اذا خصنا ندير ان بيلون جينيرال ديال هذا ليرسيتيزم، يعني ديال هذا الشعر الزائد ما يسمى بيرسيتيزم الفرنسيه، تنشوفوا فيه لا تيرويد راه عندها مشكل، تنشوفوا فيه الغده الكظريه لا غلاند سورينال، تنديروا فيه واحد الحاله ديال لا سلفات دو دي اش ا، تنشوفوا لا تيستوستيرون، تنشوفوا لا اف اس اش لا ال اش، وتنشوفوا لا برولاكتينيمي. اذا كل بالنسبه لهذا لا اف اس اش لا ال اش كاين لي زوفير، المشكل ديال لي زوفير تكيوز مبيض. بالنسبه للمشكل ديال لا برولاكتينيمي هي تتكون في واحد سيتين هرمون سيكريتي بار ليبوفيز واحد البلاصه في الدماغ. اذا من الاحسن الاخت دير واحد البيلون هرمونال كومبلي باش يكون عندنا واحد النظره شامله علاش الشعر تينوض ليها. اي خلل بان لينا خصنا الفول ليكيليبري زائد لازير. كان مشكل ديال التستوستيرون طالع خصنا نشوفوا من علاش طالع التستوستيرون، شنو هي الغده اللي تدير التستوستيرون، تاخذ الدواء ديالو. كان عندها لا برولاكتينيمي طالعه، هنا راه تنعطي واحد الاد واحد الدواء اللي تيتخاد كل 15 يوم باش تيهبط، وخصنا ندخلوا في التحاليل باش نعرفوا اشنو منين عندها هذا المشكل. أيوه. واش عندها شي ادينوم ديبوفيز ولا ما عندهاش. ملي تنعرفوا السبب تنعطيو الادويه اللي تتسبب الشعر زائد لو لازير. اذا لا درنا كلمه شرط لي في الاول درنا احنا بلا ما تقول للمريضه، من تنديروا واحد 3-4 سيون سيبنا راه الشعر سابوس مازال هو الوغ كو حنا تنديروا لي بارامتر ديالنا كوريك اللي خصهم يداروا على حساب البشره على حساب النوع ديال الزغبه على حساب المكان. هنا راه تنمشيو ديريكتومون سيدي تنعطيو التحاليل. اييه. اذا خصنا نعرفوا السبب علاش، الا ما داويناش السبب لاكوز واخا دير 20 حصه 100 حصه لازر غيبقى عندها مشكل. اييه واضح دكتور مرتقي. ناخذ معنا ليلى هذه المره على الخط من فرنسا. ليلى صباح الخير. صباح الخير اخت عفاف. مرحبا بك ليلى. الحمد لله. الله يبارك فيك. صباح الخير دكتور مرتقي. ما عرفتش واش عندي الحق جوج ديال الاسئله ولا غير سؤال واحد. مرحبا عندك الحق في جوج تفضلي. شكرا بزاف. الوغ السؤال الاول على بنتي، نات لها واحد بحال الحبوبه في لابوم ديال لي ما، في الاول كانت صغيره بزاف وبقات غاده وكتكبر كتكبر كتكبر حتى ولات كضرها وكتقشر. ملي مشينا عند الطبيب قال لينا لا راه ماشي شي حاجه يعني ما تخافوش، يعني غير بحال قلتي غير ولا شي حاجه. ومن بعد مشات وعاوتاني دابا رجعات ولات كتقشر لها وحمراء. وشفنا يعني شفنا الديرماتو شفنا لو ميدسان انترن ودرنا دي زاناليز يعني على لو كور كامل دي بريز دو سون لي زاناليز دورين و تو، قال لينا كلشي طبيعي، مي هذيك الحبه كترجع لها مره وكتبرزطها. ما عرفتش واش كاين شي خصنا نقلبوا في شي بلاصه اخرى اولا هكذاك. لا اختي انا غنجاوبك سهل الجواب، انا غنجاوبك هو غيجاوبك دكتور مرتضى. واخا شكرا. والسؤال الثاني على واحد لو بيلينغ دابا راه كاين مشهور بزاف احمر كيدار الوجه، كيقول لك انه كيعطي نتائج زوينه. ولكن انا قريت في لي فوروم انه راه يقدر الله يحفظ يحرق البشره ديال الوجه بالفعل. دونك فوالا داكوغ واخا. شكرا بزاف. العفو شكرا لك ليلى تواصلتي معنا من فرنسا. وعليكر فرنسا فقط بغيت نقول رساله بالنسبه لام سلمى. ام سلمى ان شاء الله من بعد نهايه الحلقه لانك بعثتي بالصوره ودكتور مرتقي خصو ياخذ الوقت لانه دابا هو معنا في المباشر ما يمكنش يشوف الصوره وعاد، فان شاء الله من بعد نهايه الحلقه نبعث له بالصوره غير يبعث لي الجواب وشنو المشكل اللي كاين عند البنيته ديالك بالضبط، وراه ان شاء الله نبعث لك الجواب ديال الدكتور مرتقي من بعد نهايه ديال الحلقه. اذا نجاوبوا اول حاجه على السؤال ديال البنيته بالنسبه لحاله البنيته ديال ليلى دكتور مرتقي. هو دابا الاخت ليلى من فرنسا عندها بنتها قالت لك عندها حبوبه تتمشي وتترجع. نعم. اذا الطبيب في الاول قال لها تولاله، بون واش خدات التريتمون ديال التولال ومشات ورجعات ممكن، مي هنا خصها تحيد ماشي التحاليل ديال الدم ساسير اريان، دونك هنا خصها دير لا ناباط لهذيك لا ليزيون اللي عندها، نشوف الطبيب ديالها الاخصائي في امراض الجلد غيزول لها هذيك الحبوبه اللي عندها سوزانيستيزي لوكال وغيدير لها لا ناباط يدير لها تشريح طبي. اييه. دونك ملي غيجي التشريح الطبي راه هو ديك الساعه غادي يعرف شنو غادي يدير لها، شنو كيس كيلفو فيها، اسكي غادي يزيد يكبر باش حيده ولا غيكوي لها غير باللازير على حسابش غتجاوبو لا نابار. الوغ كو التحاليل ديال الدم ساسير اريان في هذه الحالات تيكون حبوب ولا ليزيون هكذاك لوكاليزي. ديرهم ما كاين حتى مشكل، ولكن باش نعرفوا حنا التشخيص خص لا نابار التشريح الطبي ديال هذيك لا ليزيون اللي عندها في لابون دي مان. واخا. بالنسبه للبيلينغ والله هذا من هذا المنبر يجب تفادي تو سكي اوتو ميديكاسيون ديال صاحبتي دارت هذه البوماده راه صوت لها وجهها. صاحبتي راه دارت هذا البيلينغ، هو البيلينغ سان برودوي دونجور، شنو فيه؟ واش فيه لاسيد ساليسيلي؟ واش فيه لو تي سي؟ واش سي اباز دو فروي؟ لاسيد غليكوليك شحال فيه؟ لا كونسونتراسيون واش فيه 5؟ لاسيد غليكوليك تيمشي من 15 حتى 75% باش نخدموا حنا في الكابيني. أيه. على حساب لوكا، تي سي ا تيمشي من 15 حتى 75 على حساب لوكا.
السيده اللي عندها تي سي ا ما تخدمش ليها ما نقدروش نديرها لاخر الكليبولي. البيلينغ راه عنده قواعد. الا ما دارتو السيده بطريقه صحيحه وما احترمت لو طون وما دارش لو سويفي من بعد البيلينغ راه يرجع لك حال 100% وجاتك حال. تيجي عندنا بزاف ديال الحالات اللي داروا في صالون ولا هاد لي برودوي هكا اللي يتباعوا ولا وجهها كله كحل. حنا وقت تيلمون هذيك كانت عندها يمتي طاش كحله مع البيلينغ تتوقع سكون ابيلي ميغراسيون ديال داك التسبوعات تهبط لاكوش ديرميك وتنوليو في مشكل. كانت عندنا لا ليزيون غير ايبيديرميك يعني غير في السطح مع ديك الانفلاماسيون هربت لتحت تيوقع مشكل. نعم كاين السيده تدير البيلينغ وتقول لك انا راه غير في الدار ما تنديرش ليكرون ديال الشمس. لا راه دابا واخا دابا الحال بهذا راه كاين لي غايون سولير كاين الشمس كاين يجب الاحتياط وتتبع الطريقه صحيحه داكشي اللي تيقول لها الطبيب. والاهم من هذا الشيء ايضا دكتور مرتقي واللي كنلاحظوا بزاف هو المساله ديال المؤثرين. فكنتمناو للمؤثرات فنتمناو من الناس ما تبقاوش تيقوا اي حاجه. اول حاجه الانسان اللي خدام غير المنطق شويه. السيده مثلا كتكون عامله واحد الاعلان ولا اشهار مخلصه عليه كتقول باللي راه هي مشات دارت واحد التقشير ولا واحد البيلينغ ولا واحد الصوان ديال الوجه في واحد المركز وراه عطاها نتيجه وهو اللي مصفي لها البشره ديالها. اول حاجه طلبوا منها غير تحيد الفيلتر. كيفاش انت دايره فيلتر وكتقول لك باللي راه عندها نتيجه مزيانه في البشره وحنا تنعرفوا شنو الفيلتر شنو ممكن يدير راه ولو يكون الوجه ديالك ما نعرفها شنو كيعطيك وجه وبشره اللي هي صافيه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاين المساله ديال التناقضات لان بعض المرات السيده كتخلص على واحد الاشهار واحد المنتوج كتقول باللي راه هي استعملته وعطاها نتيجه كدوز شهر او لا شهر ونص وكتعطيكم المنتوج المنافس ديالو لانه حتى هو تخلصات عليه. فالانسان الا جا غير يخدم المنطق راه غادي ديك الساعه تبان لكم بزاف ديال الامور. وماشي لان حاجه صلحات لواحد السيده النوع ديال البشره ديالها والظروف ديال البشره ديالها تعني انها غتصلح لك انت نهائيا. عاد كاين كيف ما تكلم دكتور مرتقي بزاف ديال الامور خصوصا النداء ديالي انا بالنسبه للبنات يعني اللي دائما حريصين انهم تعرفوا الجديد في انستغرام وتيشوفوا هذه شنو دارت وهذه شنو دارت. راه كاين بعض الامور انا دابا ما عرفتش اش نقول لكم بنياتي ولا خواتاتي ولا راه كاين بزاف ديال الامور اللي ما تطيقوهاش ولو تشوفوها لانها كتكون اعلانات واشهارات اللي هي مدفوعه بالنسبه لهاد المؤثرين هادو. راه قلت لكم تيعطوكم المنتوج والمنتوج المنافس من بعد واحد الشهر ولا شهر ونص زائد بعض الامور اللي هما كيستعملوها في خلال التصوير تقنيات في التصوير. انا اللي بغيت نقول لكم كاين مساله اخرى انه بزاف ديال العلاجات كيف ما شار دكتور مرتقي ما يمكن الدار الا على يد طبيب ماشي حتى في مراكز التجميل ماشي في الصالونات نهائيا لانه الوجه ديالكم والشعر ديالكم ما تلعبوش بهم راه ماشي مختبر وماشي حق للتجارب. فنتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلت. احنا دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. اذا سمحتي دكتور مرتقي نمشيو هذه المره الرسالة من عند المستمعة الكريمة اللي هي أم أيمن كتقول دكتور مرتقي الله يجزيك بالخير بغيت غير نعرف بالنسبة للبهق اللي ما تيبغيش يمشي على طول العام واش يعني من الصيف وتيبقى واش دكتور مرتقي عنده شي علاج أو لا هذاك عنده علاقة بالنوعية ديال البشرة وديال الجلد. إذا في غالب الأحيان هذوك هاد اللي تيهضروا عليه الناس يقول لك راه بهق هو تيتسمى سان بروبليم ديال لا بيغمونتاسيون ما تسمى فرنساوية لا لوكوميلانو ديرمي. تكون سيدة عندها من الصغر ديالها كانت تمشي للبحر تتكون لابو ديالها سمرا شوية تكون لابو ديالها ناشفه وتيوقع مشكل ديال التصبغات بلاصه تاع البرونزو بلاصه لا وتيبقى يبان داك الكونتراست. ولكن كما تيمنعش بان يقدر يكون شامبيني اذا تجي عند الطبيب تيقلبك فواحد لا شومبر نوار بواحد لا ليمير دو وود تنفرقوا بيناتهم دونك تو سامبلومون لو بي في ميسمو بيتيريز فيرسيكولور داك الشامبينيون تياخذ واحد اللون صفر ولا روج بريك بحال اللون ديال اليازور. هنا تنشخصوا بالفعل بانه راه دي شامبينيون ولكن من تيبان راه تيبقى بلون هكذاك ما كاين حتى فرق راه هي المشكل الاخر ديال التصبغات. اذا خصها تعرف بان العلاج ديالو تيكون طويل. خصها اولا ما تبقاش تمشي لا با تمشي للبحر العام في الصيف خصها تسو فوتو بروتيكسيون تبقى يكون واحد التعرض تدريجي تنعطي واحد لي كريم دي بيغمونطون باش تقاد لها الصباغ زائد باش تقاد لها التصبغات زائد ان هيدراتاسيون ديال لابو اللي خصها تبقى تهيدراتي لابو ديالها بعض الاحيان تكون لابو تتنشف وبانه هذا العلاج راه طويل شويه تيبغي شويه ديال الصباغ فوكونتي واحد 4-5 مواد دو تريتمون باش ترجع لابو عاديه. اييه نمشيو للرساله هذه المره من عند ابو اسلام تقول اخت عفاف دكتور مرتقي صباحكم مبروك والمستمعين الكرام. هذه تقريبا المده ديال عام ونص باش هو ما بقاش كيدخن يعني قطع الكارو وقال دكتور مرتقي دابا بقى عنده المشكل في اليدين ديالو الصباع ديالو بقاو صفرين يعني ما بغاتش ديك الصفوريه تمشي نهائيا رغم انه حبس التدخين هذه المده ديال عام ونص. فكيسولك واش غادي يلقى الحل عن طبيب ديال الامراض الجلديه؟ بالفعل دونك هنا تيكون بروبليم ديال لا بيغمونطاسيون بوست ديال الطباجين. الناس اللي كيكميو دكتور مرتقي هذيك الصفوريه منين كتجي؟
من الدخان، من الدخان لا هذاك تديري بيغمونطاسيون في نعم او ربما داك الورق، داك الورق اللي كيكون ملفوف عليه داك اي تمام. دونك سين بيغمونطاسيون تروماتيك ديال مع الدخان ومع الاحتكاك ديال الكارو. بالفعل بالفعل كاين هنا تنتعاملوا معاه كاي طاش، كاين ادويه وكاين مشكله، كاين لازير تنديرو باش ترجع لي لا كولور نورمال. اييه نعم. نمشيو لرساله اخرى هذه المره من عند بهيجه. كتقول شكرا اخت عفاف على هذا البرنامج، انا عندي مشكل فقط غير على مستوى السيقان ديالي، عندي واحد الحبوب اللي تيكون رقيق بزاف، مره كيكون حمر مره كيولي ماغون، ولات الجلده اولا البشره عندها ولات حرشه لدرجه اللي هي كبيره بزاف يا دكتور مرتقي. فكتقول لك كتستعمل مرطبات، كتستعمل الماده ديال الفازلين ولكن بدون نتيجه، وهذا المشكل عندها فقط على مستوى الساقين ديالها. اذا ما قالش البشره ديالها واش ناشفه ولا لا، ما قالش البشره ناشفه ولا لا، واش عندها من الصغر ديالها ولا ما لا، ما وضحتش لينا. اذا هذه في غالب الاحيان تسمى لا كيراتوز بيلير غوج، وهو داك البلاصه داك الشعر ما تيخرجش وتتكون ديالو بحال لا شير دو بول، بحال داك اللحم ديال الدجاج تيكون هكا كاع مبورش. اييه. ازاله الشعر عندها علاقه دكتور مرتقي؟ بالفعل هو في غالب دابا مؤخرا الناس اللي عندهم هاد لا كيراتوز بيلير تنديروا لهم لو لازير، لو لازير ايبيلاتوار، وتنعطيو دي كريم دي كابونت ا باز دي غي وداكشي، وغالب الاحيان تتكون نتائج جيده. اييه نعم. نمشيو كذلك بزاف ديال المستمعات كيسولوك دكتور مرتقي على بعض المواد اللي كتصلح لترطيب الشعر ولكن بطريقه طبيه. الحمد لله بزاف ديال الناس ولاو ربما كيتخوفوا ولا كيتهربوا من بعض المنتوجات اللي كتستعمل في بعض الصالونات، ربما ما كتحترمش معايير معينه او لا، ولكن تنعرفوا دكتور مرتقي ربما كاين نساء او لا حتى رجال كذلك بحكم اما مثلا الظروف ديال العمل ديالهم ولا ديال الخدمه، تنعرفوا انه الانسان بعض المرات خاصو يكون في واحد الهندام في واحد المنظر اللي هو ولا ظهر اللي هو انيق، فتيسولوك على المساله اللي كترطب الشعر، خصوصا الناس اللي كانوا كيستعملوا هذه المنتوجات ودابا وقفوها ما بقاوش بغاو يرجعوا ليها، فكيسولوك على شنو هي الطرق الطبيه لترطيب الشعر، واش كاين شي منتوجات طبيه اللي ما عندهاش تاثير لا على الفروه ديال الراس ولا على الشعر من بعد. بون خصنا نشوفوا بعدا السيده لا تيكستور ديال الشعر ديالها، شنو النوع ديال الشعر ديالها. اذا لان لو شامبو تيختلف ما بين الشعر الميدم، ما بين الشعر اللي ناشف، ما بين الشعر اللي ميكس، ما بين الشعر اللي عنده لي زيكستريميتي ميدمين والغاسين ديالو ناشفه ولا العكس. نعم. اذا ملي تيتم تشخيص اش من نوع ديال الشعر تنعطيو لي شامبو اللي تيمشيو مع البشره. السيده اللي بغات ترطب شعرها كاين دي شامبو ايدراتون، كاين ايبر ايدراتون، كاين دي شامبو ايبر ايدراتون، كاين دي ماسك اللي خصها ديرهم من بعد سون دي ماسك ايدراتون اللي تيمشيو مع البشره ديالها، تيكونوا خاليين تو سكي اي حتى تكون خالية من الاشياء اللي تقدر تعطيها الحساسيه، تعطيها الاكزيما، زائد من بعد تدير له سيروم ديالها اليومي، اليومي اللي هو طبي اللي تستعملوا السيده، وتقدر الشعر ديالها باش تبقى الزغبه ديالها رطبه. غير كما شرحت لي شحال مره الاخت عفاف، راه لا تيكستور ديال الشعر الجينيه ما يمكنش تبدل. واخا دير ان سوان، واخا دير كيلكو سوا، تيدوز واحد المده من تبداش الزغبه تنوض من جديد، راه لا تيكستور نورمال اللي كانت عندك في الاول. أيه. يعني المساله ديال الجينات والطبيعه ديال الشعر، الاصل ديال الشعر ديال كل واحد فينا كيف داير يعني من الاول. بالفعل. نعم. وتفادي الاشياء كاع اللي تتادي الى تهريس الشعر، مثلا كان داك الليسور، كان كثره داك السوشوار، السوشوار اللي تنديرو تنقربوه للشعر، جميع هذه العوامل تتادي الى تاثير ديال الكيراتين اللي هي المؤسس الاساسي ديال الرغبه. وهذه المساله ديال الكيراتين دكتور مرتقي، مثلا بزاف ديال الناس كيسولوا واش كاين شي حاجه كيراتين مثلا اللي هو طبي ماشي بحال اللي كيستعملوا مثلا في الصالونات ديال الحلاقه. هو كاين عندنا لي ريبريزونطون تيجيبوا لينا دي شامبون ا باز دو كيراتين، تيجيبوا لنا دي بوم ا باز دو كيراتين، دي لافو اللي زعما عندهم مصداقيه تنثقوا فيهم. أيه. تنعرفوا بان الزغبه راه هي مكونه المؤسس ديالها الاساسي 600% سي دو لا كيراتين، زائد الماء، زائد الفير، زائد لي زوطر فيتامين. ولكن لا كيراتين هي المؤسس الاساسي ديال الزغبه. اذا الا كانت السيده لا ماشي كونت، كانت السيده تمشي لواحد الصالون اللي تدير فيه، اللي عنده فيه كونفيونس، اللي تيستعمل دي برودوي ميديكال اللي السيده استعملته وداك الشيء، انا ما جو سوي با كونتر. ولكن داك تدير نامبورت كوا، البارح انا شفت وحده دايره مع سمات واحد البرودوي سماتو ليا طانينو، دايره طانينو ما عرفتش شنو هو طانينو. اييه اذا الا في طانينو فريمون وجهها جا مفوخه كله بحال نفخ ليها الوجه ديالها، نفخ ليها الوجه كامل.
علاش سولتها؟ قالت لك جي شونجي دو سالون، جي شونجي دو برودوي. اذا لا كانت سيده تدير واحد البرودوي عند واحد البلاصه وتي موافقه ما تبدلش، الاحسن ما تبقاش تبدل لي برودوي ديالها، من الاحسن. اييه نعم، وما نساوش كيف ما شار دكتور مرتقي عاد كاين المساله ديال الحساسيات، يا ما ناس ماشي حتى الكيراتين او لا الطانينو او لا البوتوكس للشعر او لا هذا، لكن غير الصباغه ديال الشعر، الصباغه ديال الشعر يعني شحال من سيده بغات غير تبدل اللون ديال الشعر ديالها، فاذا بها كطيح في مشاكل اخرى ديال الحساسيه ديال الفروه ديال الراس. كاين نساء اللي تنفخ ليهم الوجه ديالهم، يعني واحد الانتفاخ وواحد التورم اللي كيولي عندها في الوجه ديالها فقط بسبب الصباغه ديال الشعر. هادشي على الشعر دكتور مرتقي، الانسان يعني راه تيكون بطبيعه الحال حتى المساله ديال بعض المواد اللي كنشكوا فيها قبل ما تنجربوها، لا على الوجه ديالنا ولا على الشعر ديالنا، وغالبا ما تلقاوها مثلا يعني حتى كاينه كنصيحه في ديك العلبه ديالها انه تيقول لك ديرها في مكان يعني اللي كيكون مدرق في شي بلاصه عندك في الجلد ديالك، وتسنى المده ديال 24 ساعه على الاقل، وديك الساعه كتشوفي الا ما عطاتكش حساسيه على البشر ديالك وعلى الجلد ديالك راه ممكن انك تستعمليها. يعني هذه على الاقل من ضمن الاشياء اللي تينصحوا بها المختصين، ماشي غير تنجيو تنستعملوا اي حاجه نحطوها على الشعر ديالنا ولا على الوجه ديالنا. نمشيو لرساله، اخر رساله معنا في هذا الصباح دكتور مرتقي من عند سناء من مدينه فاس، كتقول المشكل اللي عندي هو حبوب على شكل تلال صغير في العنق وفي الصدر، كنت مشيت عند طبيب ديال الامراض الجلديه دكتور مرتقي وزولهم بالمقص، ولكن عاودوا كبروا من بعد، واش ما عندهم لا دواء ولا حل؟ اذا بالنسبه لهذا المشكل ديال ما يسمى لي بابي نيغرنس ولا بحال التلالات يكونوا في العنق ولا كاع لي زون دو بليس، يكون سببهم هو الوزن الزائد. نعم. يكون الوزن زائد، زولهم الطبيب تو زول المقص ولا زولهم بالمقص ولا زولهم باللازير هو الحل، ولكن ما كاينش ادويه اخرى. دونك كاين واحد الادويه سنعطيوها ولكن يجب تفاديها لان ممكن تعطي حروق ولا تعطي ديطاش. أيه. من الاحسن تحيدهم باللازير، لا بروشين فوا تحيدهم باللازير باش ما يبقاوش يرجعوا ليها، ولا كان عند الوزن الزائد حاول تنقص من الوزن باش ما يبقاش يرجع ليها. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، واكيد ان شاء الله نتلاقاو معك الاسبوع المقبل من خلال برنامج صحه وسلامه. شكرا لكم مستمعينا الكرام دائما على الوفاء ديالكم وعلى الاهتمام اللي كتسمعوا لنا به، ونتلاقاو في الحلقه ديال غدا دائما من خلال برنامجكم الخاص بالتوعيه الصحيه، برنامج صحه وسلامه اللي كيرافقكم دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. دمتم بخير، الى اللقاء. La radio